نخش بقى في المباراه ونشوف ايه كيف ادار موسيماني المباراه خلال الشوط الاولاني، وكمان نتكلم على كده كمان في المؤتمر الصحفي وردود افعاله في المؤتمر الصحفي. نبدا بحضرتك استاذ عصام. هو لعب زي ما الاستاذ محمود قال، الراجل ما جاش يغاره يبدل، هو بيضطر بس لتعديل بوزيشن لاعب علشان يستكمل النقص الرقمي، يعني ما عندوش فرود فبيضطر يخلي مثلا مروان يبقى مهاجم صريح بدل ما هو متعود يبقى ما قبل الفرود او تحت الفرود، وبالتالي ما بيفتيش كتير، يعني ما قالش مثلا العب رغم ان ده اتقال واشيع، وبرضه حاولنا نساهم انه يمر لانه الاخوه المغاربه ما شاء الله من طول الازمنه بيعرفوا يعصروا يعني كل اللي بيخرج من اخبار وهنا ومعلومات ويدوها لفرقهم، ودي حاجه مشروعه. يعني ما لعبش مثلا بليبرو متقدم والحاجات الفزلكه دي اللي لازم تبقى معدلها، مش بقول فزلكه انها ما تنفعش، دي بتبقى محتاجه فرق لعبت عليها كتير وخدت وقت طويل طبعًا. وانت حضرت ده مع العظيم محمود الجاري الله يرحمه، ازاي كان بيحط حد بس بتقعدوا تشتغلوا عليها بالثلاث اربع اشهر، ما حاولش يجيب الشمال يمين اقصد واليمين شمال، ما تفزلكش يعني، هو الراجل عدل الفرقه بالشغل كل اوراقه ورفع الحوافز. وانا بقول لحضرتك انه الجاريه اللي فكرنا بيها صديقي العزيز محمود صبري بتاعت قفشة تعني ان الرجل، وحضرتك تقدر تبقى حاسم اكتر مننا فيها او فاصل، اللي هي تعني انه كان في كلام صحيح. لما انا عملته لا انتج معايا صحيح، هو عمل يعني من الجزء الفني اللي انا خدت بالي منه كمان عمليه ان ازاي قفشة جاب الجول. أيوة. الناس بتبص لها ان خطا دفاعي، هو خطا دفاعي لكن ده بيدل ان في كلام اتقال ان مروان محسن لما بيضغط على احد السردباكين رقم 10 هو اللي يضغط على السرد باك الثاني اللي هو يحيى غلط. فهتلاحظ كمان في المباراه ان كان اوقات اول 10 دقائق ان مروان في جزء من ورا يضغط على السرد باك وقفشة يضغط على السرد باك الثاني جاي من والجون جه من نفسي. انا اعتقادي الشخصي ان ده التعليم او المعلومه اللي قالها موسيماني لقفشة، في حاله ان مروان بيضغط على السرد باك انت تروح تضغط على السرد باك الثاني فقطع منه الكوره نتيجه أيوة. خطا وجاب جول، او في البوزيشن ده تتحط لك لعبه مظبوط مثلا، وبالتالي يعني عمليه الضغط ما كانتش من قدامي. ما كانتش لا هي صدفه ولا فكره ان لماح يعني قفشة، واضح ان اللعيبه امبارح التزمت تكتيكيا يا كابتن. ايوه استاذ عصام، يعني انا برضو اكد كلام حضرتك، هو الطبيعي قفشة بيلعب تحت مروان ايوه، فعشان نتكلم برضو تكتيكيا والناس تفهم هو ايه اللي خلى قفشة يبقى جنب السرد باك في الحته دي.